مباشرة رح ننتقل للفقرة الرياضية. نعم. صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم معنا مره ثانيه. معنا اليوم عبد الله الجالودي، حابين نورجيكم تمارين احنا بنقدر نقوم نعملها في المنزل. مش دائما معنا وقت فراغ نروح فيه على الجيم، مش دائما بيكون معنا وقت انه نضل ممارسين ملتزم في الجيمات. احنا اليوم راح نعمل تمارين نقدر نعملها في اي مكان، خصوصا في المنزل، للامهات ستات البيوت، ما عنده وقت يعملها، للي دائما بتكون قاعدين على المكاتب. راح اليوم نورجيكم اكثر من تمارين انها تبسطكم معنا وترتاحوا فيها. ليش احنا بدنا نعمل تمارين؟ ليش نلتزم فيها؟ اول شيء احنا بهذا الزمن احنا بنعاني من امراض مزمنه زي السكري، زي الضغط، زي الجلطات، اللي مع ديسك، اللي مع الام اسفل الظهر، هي كلها احنا بنعاني منها. فاحنا اليوم بدنا نعمل اكثر من تمرين احنا نحل هاي المشكله، تنشيط دوره دمويه، نقوي عضلات الظهر، عضلات الاجرين، عضلات الصدر، عضلات الكتاف. راح نكون معاكم اليوم مع الكابتن عبد الله. احنا اول يوم راح ناخذ عن الطرف العلوي. الطرف العلوي احنا راح نقسمه لقسمين، الامامي اللي هو بيتكون من الصدر، الشيست، الشولدرز، الكتاف والابدومينال، معها الباي، بعدين راح ناخذ احنا الباك، ايش الشولدر الخلفي، معنا اسفل الظهر اللي هو اهم العضلات اللي احنا لازم نحافظ عليها، والتراي. اليوم راح ناخذ من نبدا في عضلات الصدر. عضلات الصدر احنا في عندنا هي عضله رئيسيه كبيره، بيكتوراليس ميجر. راح ناخذ احنا العضله كامله، قلنا احنا انها مقسمه لثلاث اقسام، علويه، وسط، سفليه، مع الطرف الجانبي والاطراف الداخليه. احنا راح نعمل تمارين بسيطه تقدر تعملها في المنزل، تقدر تعملها في اي مكان انت مرتاح فيه. من التمارين هاي وافضل تمارين اللي انت بتقدر تعملها في اي مكان هو تمرين البوش اب. بوش اب تمرين بيساعدك في تقويه عضلات الصدر، تنشيط الدوره الدمويه في هاي المنطقه، راح يتقوي معاك التراي اللي هي العضله الثلاثيه الخلفيه. راح نورجيكم احنا البوزيشن الصحيح تبع البوش اب للرجال والبوزيشن الصحيح تبع البوش اب للسيدات. بلا ممكن كابتن عبد الله تورجينا البوش اب. راح نكون عندك هون بالبوش اب يكون عندنا ظهر ستريت، عندنا الكوادر الهامسترينج ستريت، راح يكون عندنا الراس ما بتتحرك بلا بنزول ولا بطلوع. راح ننزل بوش اب، تطلع انزل. اهم شيء في هذه التمارين اللي هي النفس، لازم نعمل زفير، لازم نعمل شهيق عشان احنا نحفز الدوره الدمويه انها تتنشط، خصوصا فترات الصباح احنا نكون افضل في هاي التمارين. راح هاي التمارين للرجال، احنا راح نعمل هسه للسيدات. احنا السيدات ما بيقدروا يعملوا بوش اب، صعب عليهم، راح نعمل تمرين معدل بسموه للبوش اب. اول شيء ننتج رينا بنحطها على الارض، على الفرشه، على وين ما بدك، ودائما الظهر بيكون مشدود ستريت. راح نعمل بوش اب مره ثانيه، وما تنسى الزفير وما تنسى الشهيق. اخذنا عن عضله الصدر اول تمرين، راح ناخذ عضله الصدر مع الدامبلز. الدامبلز ممكن احنا نشتريه من اي مكان، مش راح يكون غالي عليك، مش راح نجيب دامبلز كثير. هو الدامبلز يعني كتمرين ويت، اي ويت ممكن تاخذه من البيت، بس الافضل انك تشتري ويت محدد الوزن عشان تمارس فيه. راح احنا ناخذ اول شيء على الطرف العلوي اللي هو للصدر العلوي، زي هون الانكلاين بنش. ممكن تفضل يبقى كابتن. راح نعمل تمرين الانكلاين بنش، هي قلنا للطرف العلوي للصدر. راح دائما احنا بنحافظ على الاكواع، ننزل ما بتكون تحت مستوى الاكتاف، زاويه 90، نطلع وبننزل. ما تنسى الزفير والشهيق عشان تنشط الدوره الدمويه. هون بنقدر نعملها تكرارات، مجموعات اللي بدك اياها انت في المنزل. حابب تخسر وزن، عمل تكرارات عاليه في رتم خفيف. اذا حابب قوه، اعملها في شده عاليه تكسب منها قوه. حابب تضخيم عضلي، تكرارات، مجموعات، ثلاث مرات في الاسبوع، اربع مرات في الاسبوع في المجموعه العضليه بتكون انت بتكسب
يكتسب منها القوة العضلية والحجم العضلي. الصدر أخذنا الطرف العلوي، راح ناخذ هسه الوسط. الوسط تقدر تعمله على الفرشة، تقدر تعمله على خشب لوح، تقدر تعمله على أي مكان مستوي على سطح الأرض. راح ناخذه هسه على الفرشة عشان تقول إن أنا بقدر أعمله في المنزل. بدك تقدر كابتن معك الوزن هون زاوية 90 حفظنا عليها، تمام. احنا راح نعمل على الجهة الوسطى، اطلع معي هون، ما برجع لورا، ما بقدم، تمام. احنا بمستوى الاكتاف بنزل، ما تنسى الزفير وشهيق. احنا هون بنحافظ على قوة العضلات الوسطى للصدر، تمام. ناخذ اخر زاوية للصدر اللي هي اللي بتقدر تعطيه جماليه للصدر اذا انت ما اخذت الزوايا كلها، بس تقدر تعملها انت برضه كمان في المنزل، اللي هي بلوفر اكسرسايز. حناخذ دامبلز واحد، يلا يكون واضح لكم شايفينه. راح نعمل ستريت بالدامبلز، راح ننزل في مستوى ابعد مستوى للاكتاف، نطلع زفير شهيق. دائما قلنا في الضغط نعطي زفير وفي الراحة نعطي شهيق. هون احنا بناخذ الزاوية السفلى مع باقي العضلات للخلف، تعطيها جمالية للعضلة. احنا هيك عملنا 3 تمارين لعضلة الصدر، شملتها كاملة، تقدر تعملها في البيت في أي وقت. احنا دائما أي شيء أي وسيلة متاحة عندك في البيت احنا بنقدر نستغلها. راح ناخذ هسه عن الباي، راح ناخذ عن الأبدومينال، كيف احنا بنقدر نستثمرهم معانا، وهي في حلقة جاية.